السلام عليكم ورحمة الله. متل هو الفخام الشاب الجزائري. هذا الفيديو راح نديرها نداء للشاب الجزائري بالخصوص الشباب. ماهوش انا نخصص انا الشباب، مش جماعة اللي عاش وقت الارهاب واللي عاش وقت المجاهدين، هذو كاع يروح يدوا لا روتريت، هذو كاع راهم مرضى سيكولوجيكمون، عندهم عقد نفسية، عقد جات مع مش الغلطة نتاعهم، أنا منهم، جات مع واش عشناه واش عيشتنا فيه فرنسا وجماعة الدولة العميقة عملاء فرنسا. وكم على بالكم، خلونا نربو على الحواج، الحسد والحقد والكرة والبغض والهجوم، نتعافروا كيما الفرارج كومبا دو كوك، سمحوني كي نهضر بالفرنسية. انا نداء تاعي للشباب هذا راه جديد، اللي ما عاش هذه المأساة، هذه عاشوا غير وقت بوتفليقة هذا تاع الاختلاسات. انا نطلب من الشباب يتحدوا اليد في اليد ويتضامنوا مع الجيش تاعنا، لانني واش لاحظ انا تاع لاحظ باللي الجيش تاعنا راه جيش نظيف، جيش وطني، ما فيش عملاء فرنسا، جيش حوسي بني الجزائر، جيش عباد نظاف، دخلوا عملاء فرنسا الحبس. حنا لازم نخلوش فرنسا تقضي علينا وتلقى فرصة أخرى تستعمل الشعب تاعنا باش تحطم بلادنا. الله، رانا نطلب من الشباب يد في اليد، الشباب وشابات، باش نبنوا الجزائر من جديد ونتعاونوا مع الجيش تاعنا. وانا احث باش ما نفرضوا من ننفردوش برك مع شباب في العاصمه ولا جهه القبائل ولا هكذا، باش هما اللي زعما راهم فاهمين ويدخلوا في الحكم ويمدوا في الامور وهكذا. لا، انا نطلب من الشباب كل واحد للوطن يجتمعوا ويديروا مجموعات حسب النواحي العسكريه. علاه النواحي العسكريه؟ لان نتاكد فيها، لانه الجزائر التقسيم نتاعها حسب تقسيم النواحي العسكري في الجزائر احسن تقسيم في العالم، القسمه تقسيم دقيق ومليح. انا نطلب من الشباب يشكلوا مجموعات حسب النواحي العسكريه، ويمكن الجامعات ينتخبوا بعضاتهم ويخرجوا مجموعه مركزيه. هذه المجموعه المركزيه منها هي يخرجوا الإطارات تاع الدولة، ولات وزراء كلش. وهذا الشباب يكون صغير من درك حتى من 88 لدرك، راه واجد الشباب هذا، لازم يعاونوا الجيش ويتعاون مع الجيش، لأنه الحكم في الجزائر لازم يكون حكم عسكري، جيش وشعب، ما حكم عسكري ومدني مع بعض. ما كانش منها الدولة فيها حكم مدني والعسكر ومجابدين، هذه ما كاينش منها كاع، ما يكذبش عليك. امريكان الحكم تاعها عسكري ومدني، الدول كاع مي بطريقه اخرى عنها ما تبانناش، لان وراء كل دوله قويه جيش قوي، جيش حارس على بلاده، امن وطني قوي، امن عسكري وطني قوي، وجهاز امن قوي. كيف نبعدوا حنايا الجيش على الحكم؟ على الحكم ما كاينش منها، الحكم للجيش وللشعب، ونأكد عليها للجيش والشعب. ملا نقول الشباب هذو، انا ما هذو اللي راهم عاشوا وقت الارهاب وعاشوا وقت المجاهدين، ربي يخليكم، بركونا من السياسه تاعكم، جبدوا على السياسه، روحوا ريحوا ترونكيل، الدولار روتريت، خلوا الشباب يخدم، ممكن لا بونسيون تاعكم تاع الروتريت تطلع كي تطور الدولة مع الشباب هذا وتستنفعوا. راكم تبلوكيوا برك في الحياة، تبلوكيوا في مسار الدولة الجزائرية للتطور. والنظام تاعنا ودار خطوات إيجابية، من بينهم أو نحى اللغة الفرنسية في الجامعات تولي اللغة الإنجليزية، والحمد لله تنينا من لغة المرض، من لغة فافا، لغة عايشين على فرانسيز، لغة المعقدين كومبلكس دانفريوريتي. أنا كل جزائري توا هنا في المهجر
وليداتهم ما يعرفوش العربيه، يعرفوا غير يهضروا فرنسي، معقدين. ان شاء الله بربي العقده هذه تروح تروح، ويعودوا الشباب الولاد الصغار اللي عايشين في المهجر واللي يهضروا بالدارجه ويفتخروا بها، ولغه الوطن اللي راهم فيه مستوطنين فيه يتعلموها في الشارع ويهضروا مع الاخرين. بصح يعود المهم عندهم الدرجه تاعهم كي يروحوا للبلاد. المهم الموضوع تاعنا هو انه انا نطلب من الشباب اليد في اليد باش نخدموا البلاد، ما تتبعوش هذه الاحزاب القديمه كيما لفافاس ولا رسيدي وتعطابوا هذه الامور ولا فلان، هذو كاع احزاب انتقاميه، كاع احزاب يحوسوا ينتقموا من بعضاتهم، ينتقموا من الدوله الجزائريه، معقدين مرضى بسيكولوجيكمون. لانه الشعب الجزائري تاعنا في اللحظه هذيك تاع وقت الارهاب وقت المجاهدين اصابوا عده امراض بسيكولوجيه وسوسيولوجيه اجتماعيه ونفسيه. احنا لازم نتخلصوا من الامراض هذه، وانا نطلب من الشباب ينظفوا بلادهم. اللي يلقى قرعه يهزها، اللي يلقى قاعد يطايش يرمي مرمي يهزو، اللي يشوف واحد يرمي قرعه هكذا تاع نيل وشرب وترمى يروح ينصحو ما يزيدش عاود يديرها. نتعاونوا في بلادنا، نبنوا بلادنا، نعاونوا الجيش تاعنا، نعاونوا البنيان تاع البلاد تاعنا، ما نكرهوش بلادنا. انا راني في الغربه، راني كرهت الغربه، كرهت لقيت روحي راني نضيع في وقتي، راني نخدم في هذه البلاد، المجهود تاعي اللي راني ندير فيه ندير في هذه البلاد بلا فايده ليا ولا لبلادي. هنا محسوا بهذه البلاد جايبينك باش تخدمهم هما، ما لا خلونا نخدموا بلادنا. الغربة هذه راه غير حلم، برك حلم طائش. احنا لا رانا عايشين في الدنيا هذه، شكون اللي خراه ممسكنا في الحياة؟ احنا مسلمين بالطبع، اننا مسلمين، بس الحاجة اللي راه ممسكتنا في الحياة هي الأحلام. نحبوا الحق الحلم تاعنا، باش نحقوا الحق الحلم هذا نقعدوا نخدموا له ونلقوا طرق وأساليب باش نحقوا الحلم هذا. انا رانا متمسكين بالحياة، كون جا وعدنا الاموال وحققنا كل الاحلام كرهنا نخمو، ذكر انا نخمو في السويسيد الموت نهاية. انا اكبر الممثلين ولا ليزارتيست كما باللغه الفرنسيه ماتوا، قتلوا رواحهم السويسيدا ولانهم ما بقاوش احلام. حنا في الاحلام في الجزائر مزالت بزاف بزاف باش نحقوها. مالا اليد في اليد، اسمحوا لي اليد في اليد باش نبنوا الجزائر. هذا نداء للشباب، ونطلب من هنا الإذاعات هذه اللي راهي اللي يحبوا الوطن ويحبوا الجيش، لأن الجيش يحب الشعب الآن، الجيش تاعنا يحب الشعب. نطلب من الإذاعات يوفروا رقم هاتف باش الشباب يقدر يتصل بهم باش يبلغوا على الاختلاسات الرشاوي، يبلغوا على الناس اللي راهم يديروا يكسروا ويحطموا ويفسدوا ويوسخوا. رقم هاتف خاص حتى نقضوا على هذا الوباء تاع الاختلاسات والرشاوي والبغض والحسد وتحطيم البلاد، باش نبنوا ونوضوا بدولة جديدة، دولة جزيرة جزائرية جديدة مع عاصمة جديدة إن شاء الله، عاصمة جديدة. تحية الجزائر والمجد والخلود شهدائنا الأبرار، تحية الجزائر وتحية الشباب، والسلام عليكم.